ميكرو فريد مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدربي دابا باش نسولوا الناس على العافيه اللي شاعله في المازوت وليسانس. الا بغيتوا تعرفوا الارتسامات ديال الناس يلاو معنا. خويا جهر لك الايامات ليسانس والمازوت شاعله فيه العافيه. خويا بالنسبه لليسانس والمازوت راه شويه قضيه غادي تتصعب، ماشي كنا عاديين وما كانت 100 درهم 100 درهم، دابا ولات شويه راه تزاد في الموطو عاوتاني. يعني طلع الاسعار. طلع الاسعار ولكن راه الدرويش راه واكل العصا. الدرويش راه ديما واكل العصا ونتمنى من عند الله يدير شي تاويت الخير وصافي. شي رساله منك لهاد الناس اللي كيزيدوا في هاد المواد هادي. واخذ الناس الله يهديهم، اول حاجه خصهم اول حاجه يهضروا مع الناس مع المواطنين كمواطنين. يتشاوروا معاهم. غير ديال المواطنين. حنا نتشاوروا معاهم ويديروا معاهم شي حوار. كان الامه ديال كان الشعب المغربي يقول لهم راه غدا غنزيدوا في ليسانس ولا المازوت. اي كذلك مثال، حنا راه كبلاد مغربيه وعندنا حب في الوطن ديالنا، راه خصنا ربما الصوت الى نطلب من الله سبحانه وتعالى. نتمنوا الرساله ديالك توصل لهم. امين اخويا. تحيه الشباب، اشهر لك في هذه العافيه اللي شاعله في الزياده ديال ليسانس والمازوت. خويا اولا بعداك السلام عليكم. خويا الزياده اللي زادوا في هاد الدرهم وقبل الدرهم اللي زادوا هادي الشهر اللي زادوا في ليسانس تا ولات سعود، ومن بعد عاوتاني زادوا الزياده ديال الدرهم، راه بزاف اخويا على المواطن. المواطن راه مقهور، راه باغي باش يعيش وباغي داكشي على قد العهد. امريكان راه هادشي اسعار ديال المحروقات في امريكان راه بطاطا برطل، راه اربعه شحال؟ اربعه دولار باش كيعمروا 4 دولار بطاطا برطل. بطاطا برطل. شي رساله للمسؤولين. كفاهم تضارب مصالح. شكرا. اشهر لك اخويا في هذه الزياده ديال الليسانس. اخويا قصح شويه زيدوا بزاف بصراحه، هذا الشيء اللي كاين زيد بزاف. والرساله اللي تبغي تعطي للناس اللي زادوا في هذا الشيء؟ ايوا يديروا ما يدير الحل، يوقفوا هذا الشيء راك عارف. يوقفوا هذا الشيء. هو هذا الشيء اللي كاين. ولا وقف هذا الشيء راه حتى واحد ما غيركب. ايوا راه حنا كنخلصوا من جيبنا. كتخلص من جيبك. اوا ترانسبر تاكسي دابا ولات 5 دراهم ب 7 دراهم، دابا تولي ب 10 دراهم. اخ انت كاسب موتور دابا، اشهر لك في هذه العافيه اللي شاعله الزياده اللي زايده في ليسانس والمازوت. خويا راه كيزيدوا راه هما اللي كيستافدوا، الشعب راه ديما مضرور، راه بنادم اللي ما عندوش راه هو اللي كيحس بها. اما واحد لاباس عليه راه ما غيتسوقش للدرهم ولا 2 دراهم زايده. واحد كيخرج كيركب على بورش ولا مرسيدس ولا على ملا الطوموبيله بشحال واخدها، مقارنة بك نتايا عندك موتور مثلا سي 50 ولا فيس ولا اي موتور يعني اللي اقتصادي. انت اصلا باغي باش تسير كيلو باش تسلك، راه ما في صالحكش تزادك حتى 10 دريال فيه. يعني كل مرة غتبقى تزاد، كل مرة غتبقى تزاد، شارين غيوصلوا بهذا الشيء ما عرفتش، هما كيعمروا في جيوبهم بنادم كيتضر على والو كيفاش ما عرفتش. شي رسالة للمسؤولين اللي زادوا في هذا الشيء. اش غتقول له؟ هما اصلا راه غيبقاو يزيدوا بك ولا بلا بك. يعني هما لاعبينها كبيره وصافي، كل مره غيبقى يزيد لك شويه بشويه، وديما هو رابح والمواطن ديما واكل في عظامه وصافي. تحيات. الله يحفظك. اخ اش دار لك في هذه الزياده ديال ليسانس والمازوت؟ واخويا الزياده ديال ليسانس والمازوط فهمتيني، المواطن الضعيف ديال البصيره والعين القصيره فهمتيني، كاين بزاف في السوق العالميه الان سعر البرميل ما كيتجاوزش 4 دولار 5 دولار، وفي المغرب ما عرفناش بداو في الزياده. جات حكومه جديده كنا كنأملوا منها انها تحسن الوضعيه المعيشيه والوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المواطنين، باش بداو بالضرائب. بداو بالضرائب، البارح كانوا ضرائب على الالكتروميناجي، الثلاجات، الفازات والهواء التفدكيه، دابا زادوا في المحروقات ولا المازوت كيساوي 10 دراهم. ما بقينا كنفهموا والو فهمتيني، وراه هذا لا. شي رساله اليوم. ورسالة للمواطن المسؤولين نقول لهم جوج كلمات فهمتيني، راه سيدي ربي فوق كل شيء، وراه خاصكم تحسنوا من الوضع الاجتماعي، والناس اللي صوتوا عليكم راه شاقوا فيكم، وخصكم تقادونا فهمتيني، حيت راه بنادم كيعيش الفقر. غيقادوكم ان شاء الله. غيقادونا. تحياتي. شي تصاويب غيبقاو يصاوبوا فينا. مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما شفتوا سولنا الناس على الزياده ديال البنزين والمازوط، وشفتوا اشنو كان الرأي ديالهم بكل تواضع.